بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق. الآن شوط ثاني للحسم. الآن شوط ثاني من باتريك أوتشان. باتريك أوتشان الأوغندي لاعب قوي جدا. كورة طارق مختار كاربوني على المدافع كاسروكا. ايه ده هور منقولة لعبد الكريم النفطي، يحاول ولكن مضغوط باللاعبين. خلصت الكورة. ستيفن وارك دارا جيرما والراسية مقطوعة ترجع في وسط الملعب. اشتعلت المباراة بقوة بحماس. ملعوبة لسان جورج. سان جورج على الجانب من ايداهور والتغطية الراسية موجودة من جان كلود. ايداهور حاول من جانب ايداهور مقطوعة من جانب اللاعب باتريك أوتشان. تمريرة من جديد تصل لأوتشان قوي البنية اللاعب الأوغندي. جان كلود أوموغو يلعب موغو لاعب المنتخب الاثيوبي. كرة منقولة ومحاولة تبادل سريع لسان جورج. أصبح يتقدم يريد طبعا العودة وإطلاق الكرة بالرأس. محاولة لعبد الكريم النفطي مقطوعة من جانب جان كلود. كلود محاولة التقدم لأمام يرسل كرة أمامية. خروج حافظ. تردد حافظ واصطدم بلاعب فريق سان جورج اللي سليمة. وإن شاء الله العودة مع الفريق في المباريات القادمة وتكملة المشوار حتى الانتصار في هذا الموسم. نتمناه موسم استثنائي للأندية السودانية إن شاء الله إفريقيا. ومحاولة فريق سان جورج يحاول والتدخل والمخالفة جانب النفطي ولكن التمرير والكورة أقرب لجان كلود أوموغو. جان كلود أوموغو محاولة تقدم الأمام.
وتحولت الكرة ممتازة على الجهة اليمنى، محاولة انطلاق الآن، انطلاقة سريعة لفريق سان جورج. أحيانا تشاهد لمسات لهذا الفريق، وتحديتشا يحول ديتشا كورة ولكن رأسية، واستلام من جانب موسى، يحاول موسى، أخطأ فيها موسى، جان كلود ومحمد كمال ممتاز صدت تسديدة جان كلود أوموغو، لاعب المنتخب الاثيوبي ولاعب فريق سان فريق سان جورج، واللاعب رقم 24 جان كلود أوموغو على أرضية الملعب.